أبو بكر الرازي. يا إلهي، لا أكاد أفرق بينهما، إنهما متشابهان في كل شيء. نعم، وهذا لأنهما توأمان ويحبان أن يظهرا بنفس الشكل دائما. مرحباً يا عم فصيح. مرحباً يا صريح. أهلاً يا رفاق. ها؟ ما الذي تقرأه يا عمي صريح؟ إنه كتاب اسمه الحاوي في الطب لأبي بكر الرازي. وهل هو حاو في الطب فعلاً؟ بلى، وأكثر مما تتخيل، فقد ظل هذا الكتاب هو المرجع الطبي في أوروبا لمدة 400 سنة. واو، يبدو أن طبيباً خارقاً قد كتبه. أبو من؟ أبو بكر الرازي طبيب وكيميائي وفيلسوف وأديب مسلم، ولد سنة 250 هجرية، أي في سنة 864 ميلادية، وقد لقب بأعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق. درس الطب في العراق بمدينة بغداد تحديداً، فأخذ علماً وافراً من علماء وأطباء بغداد. لقد كان الرازي مجتهداً، يحب الاطلاع كثيراً على آراء العلماء الذين كانوا قبله، وقد كان مؤمناً بأن تقدم البحوث العلمية في مجال الطب أمر ضروري. وبعد أن أنهى دراسته للطب بمدينة بغداد، عمل رئيساً لمستشفى، وله الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللغة اللاتينية لتكون بذلك هي المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن 17. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب، وكتاب المنصور في الطب، وكتاب الأدوية المفردة الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم. وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم، وله مؤلفات في علم الصيدلة ساهمت في تطور علم العقاقير، وقد مدحه الكثير من العلماء والفلاسفة والمؤرخين. وها هو ريتشارد وولزر، أحد أهم مؤرخي الفلسفة العربية، يقدم لنا رأيه في أبي بكر الرازي قائلاً: إننا نشعر عند قراءة كل سطر كتبه الرازي بأننا أمام فكر عال ورجل يعرف قدره الخاص دون أن يؤدي به ذلك إلى الغرور، وهو لا يحسب نفسه أدنى مستوى لا في الفلسفة ولا في الطب. وحسب رأيه، ليس بالإمكان التفوق على سقراط أو أفلاطون أو غيرهما من الفلاسفة الكبار، لكنه لا يتردد في تغيير استنتاجاتهم الفلسفية عندما يشعر بأنه قد تجاوزها معرفة، كما لا يتردد في أن يضيف إلى مجموعة العلوم الطبية المتراكمة ما اكتشفه بنفسه بواسطة أبحاثه وملاحظاته الشخصية. ففي كل مرة عندما كان يدرس مرضاً خاصاً، كان يبدأ بتلخيص جميع المعطيات التي يستطيع الحصول عليها حول هذا الموضوع من المصادر اليونانية والهندية المتوفرة في الترجمات العربية ومن أعمال الأطباء العرب المحدثين، ولم يكن يفوته أبداً إضافة رأيه الخاص أو حكمه الشخصي، ولم يكن يعترف بكفاءة أي شخصية استناداً إلى شهرتها فقط. يعني أن الرازي في علمه سبق الأزمان والبلدان والعصور. ولا يجب علينا أن ننسى المجالات الأخرى التي كان بارعاً فيها أيضاً، حيث أن له إسهامات كبيرة في مجال علوم الفيزياء، حيث اشتغل بتعيين الكثافات النوعية للسوائل، وصنف لقياسها ميزاناً خاصاً أطلق عليه اسم الميزان الطبيعي، كما قسم المعادن إلى أنواع بحسب طبائعها وصفاتها، وحضر بعض الحوامض التي لا تزال طرقه التي حضرها بها تستعمل إلى يومنا هذا. وبمعنى آخر، أبو بكر الرازي عنده 7 صنائع، لكن بخته لم يكن ضائع. هل أخذت الكتب التي تريد يا صريح؟ أجل، أخذت الذي جئت من أجله. وأنا كذلك أخذت موسوعة حول العالم التي جئت من أجلها. بالحديث عن حول العالم، لقد خصصت جامعة برينستون الأمريكية أجمل ناحية فيها لعرض مآثر أبي بكر الرازي،
وكذلك بباريس، فقد علقت مدرسة الطب هناك صورة ملونة لأبي بكر الرازي إلى جانب ابن سينا وابن رشد. لقد انتهت رحلة أبي بكر في الحياة سنة 313 هجرية 925 ميلادية، ليترك من ورائه علماً نفع به البشرية وأنقذ حياة العديد من الناس. ياه، لو أن ابن الرازي كان معنا اليوم ليرى أثر أعماله وتعبه وكيف أنقذت أبحاثه وأرواح العديدين. لو رأى أثر تعبه لما نام ليلة واحدة من كثرة العمل. لقد أخذنا الحديث ولم أنتبه للوقت، علي اللحاق بدورة الخط العربية عن بعد، ستبدأ قريباً. لكنني لم أبحث عن كتابي بعد، أعطني بعض الوقت، عد للعشرة وسأكون عندك. واحد، عشرة. غير معقول، إنهما متشابهان كثيراً.